السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. مرحبا بكم في دائما في لو شابيتر 2 واللي كنهضروا فيه على لي فاكتور اضافي كي لو غولاسيون افيك لا ريبارتيسيون دي زيتر فيفون. دونك دابا غادي نهضروا على يعني لاكسيون ميكانيك دي زانيمو سيغ لو سول، يعني التأثير الميكانيكي ديال الحيوانات على التربة. قبل شفنا التأثير الميكانيكي ديال النباتات على التربة، شفنا لا ميكروفلور في الفيديو السابقة، وشفنا كذلك لا ميكروفون اللي كاينين في التربة. دابا ان شاء الله غادي نشوفو لاكسيون ميكانيك دي زانيمو، اولا شنو التأثير ديال الحيوانات على التربة. دونك كيف ما تشوفوا معايا هنايا خدينا في هذه التجربة، دونك غادي نشوفو عندنا لا فيغ 1. دونك درنا واحد المجموعة من الطبقات ديال التربة، مفهوم، ودخلنا لهم ديدان لي فيغ دو تيغ وبين لي لومبريك، ومن بعد مده لاحظنا شنو وقع. الو شنو عندي في التجربه؟ لي فيغ دو تيغ وبين لي لومبريك سون كونسيديري كوم لي بليز امبورطون انيمو كي اون ان اكسيون ميكانيك سور لو سول. دونك لي فيغ دو تيغ اولا ديدان الارض كيتعتبروا من اهم الحيوانات اللي عندها تاثير على التربه. باش نبينوا هذا التاثير، دونك بوغ ميتر اون ايفيدونس لو رول دو ميكانيك دي لومبريك دو سول سور لو سول، اون رياليز ليكسبيريونس سويفون. دونك باش نبينو هاد التأثير غادي نديرو هاد التجربة. دي كوش دو سابل اون تيتي ديبوزي اون الترنونس افيك دي كوش ديميس، يعني درنا واحد الطبقات ديال الدوبال، طبقات ديال التربة، طبقات ديال الدوبال، طبقة ديال التربة، انسي دو سويت. اون الترنونس يعني بالتناوب ما بين طبقات الدوبال وطبقات التربة. دونز ان اكواريوم فيد، درناه في واحد الاكواريوم فيد خاوية. لو تو ا ايتي ايميديفي، دونك كلشي هاد الشيء ايميديفي رطبناه، يعني زدنا فيه واحد شويه د الماء، زدنا فيه زدنا ليميديتي ديالو، يعني زدنا فيه واحد شويه د الماء. دي لومبريك اون تيتي راجوتي او بيان اجوتي افيك دي في مورت، دونك زدنا واحد الاوراق ميته، اوراق ديال النباتات ميته، وزدنا ديدان الارض ضفناهم لو مونتاج. Le dispositif est préparé depuis quelques semaines. يعني خليناه واحد اسابيع. La figure 2 représente les résultats. Donc هنا نشوفوا معايا la figure 2. Donc هذه راه la figure 2 ماشي la figure 1. La figure 1 هي هذه في بداية التجربة. La figure 2 à la fin de l'expérience. Après l'analyse des figures de ce document, précisez l'action des lombriques sur le son. Donc il a. دونك الا لاحظتوا معايا هنايا اول حاجه كيتبان لينا شنو هاد الطبقات ما بقاوش التيرنونس اولا ما بقاوش سيباري ولاو ميلونج. دونك اول حاجه هنا شنو داروا لي لومبريك؟ داروا لو ميلونج ديال لو سول وبيان ديال لي كوش، دونك ميلونج دو كوش. دونك هنا كذلك هاد لي زومبريك فاش تيخرجوا اولا فاش كيخترقوا هاد التربه تيخليو واحد المسارات مملوءه بالهواء. دونك هنا هاد المسارات اللي كيدوزو منها كتولي مملوءه بالهواء، وبالتالي الدور ديال لي زومبريك هو تهويه التربه، كذلك غادي يطرحوا فيها فضلات غنيه بالاملاح المعدنيه الى اخره. اذا اللي نقدروا نقولوا هنا هو او ديبي ديكسبيريونس لي كوش سون سيبيربوزي اي بيان ليميتي، يعني طبقات كانوا باينين في بدايه التجربه، على فان ديكسبيريونس لي كوش سون كومبليتمون ميلونجي، يعني وقع تخليط ديال هذوك الطبقات افيك لا بريزونس دي غالوري، يعني واحد ولا كيبان عندي واحد لي غالوغي اولا واحد لي فوا واحد المسارات اولا الطرق اللي داز منهم ديدا. انسي كو لي لومبريك اجيس ميكانيكمون سيغ لو سول باغ، دونك شنو هي لاكسيون ميكانيك ديال لي لومبريك؟ لو كروزمون دي غالوغي، دونك كيكونوا ليا واحد لي غالوغي سو كي اسير على فوا لا ديسوسياسيون دي بارتيكول دو سول سون ايراسيون اي لانفيلتراسيون دو لو. دونك هادوك لي غالوغي كيقدر يدوز منهم الهواء وكيقدر يدوز منهم حتى الماء. لونفويسمون دو لا ليتيير، يعني هذيك المواد العضويه هذوك الاوراق اللي درنا الفوق، دونك هنا دخلتها التربه وفكتها. دونك لا ماتيير اورغانيك اي سون ميلونج افيك لي كونستيتيون مينيرو، دونك خلطت لينا لا ماتيير اورغانيك مع المواد المعدنيه. ميلونج دي ديفيرون اوريزون دو سول كي اسير ان هوموجينيتي. دونك هنا فاش كانوا هاد الطبقات اللي شفتوا معايا كانوا هنا ايتيروجين كل طبقه بوحدها وفي شكل اخر. دونك هنا ولا لو ميلونج ولا عندنا هيتيرو هوموجين، اي كذلك كتبقى عندنا ان ديستريبيسيون دي ليميديتي يعني توزيع ديال الرطوبه. دونك لي لومبريك غراس ا لو راكسيون ميكانيك، دونك بفضل التاثير الميكانيكي ديال لي لومبريك
شنو كيديروا هاد لي لومبري كيل فون اميليوري لا ستركتور اي لا تيكستور دو سون دونك البنيه ديال التربه لو مود داسامبلاج دي بارتيكول اي القوام ديال التربه يعني لا تيكستور دو سول il devient ou bien est amélioré يعني كتحسن. دابا غادي نشوفوا لاكسيون شيميك دي زيتر فيفون سور لو سول. لاكسيون شيميك دي زيتر فيفون سور لو سول يعني التاثير الكيميائي ديال الكائنات الحيه على التربه. دونك غادي نشوفوا فهاد لاكسيون شيميك ديال لي لامبريك. الوغ كيف ما تشوفوا معايا فهاد لو دوكيمون Les vers de terre peuvent avaler une quantité très importante de sol. Donc, elle dit dans l'art que tu as que واحد العينه كبيره واحد كميه كبيره منش من لو سول dans le tube digestif في الانبوب الهضمي ديالها se rétablissent des liaisons chimiques. يعني في الانبوب الهضمي ديالها دي دال الارض كتكون واحد الروابط كيميائيه بين من ومن. الوغ شنو عندها؟ عندها لا ماتيير اورغانيك و بيان لا ماتيير مينيرال وكتاكل هاد ديال الارض في الداخل ديالها كاين ماده عضويه وهي كتاكل مواد معدنيه اللي هما لو سول كتدخل هذاك لو سول للجسم ديالها. الوغ دي ليزون شيميك كيتكونوا ليا واحد الروابط كيميائيه اونتر لي موليكيل اورغانيك الجزيئات العضويه اي لي موليكيل مينيرال وكذلك الجزيئات المعدنيه. اذا كيتم الربط بين ما هو عضوي وما هو معدني ابوتيسون على فورماسيون دي ستركتور ابيلي اغريغا الشيء اللي كيخون كيسمح باش تكونوا عندي واحد البنيات اللي كنسميهم لي زاكريغا بيولوجيك كونتروفون كونتي امبورطون دون لي ديجيكسيون دي لامبريك. يعني هاد لي زاكريغا كنلقاوهم بواحد الكميه كبيره في المخلفات ديال هادوك لي لامبريك. دونك هاد الجدول كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيغور 2 كيبين لي لي زيليمون شيميك اللي هما سي ا دو بليس ماغنيزيوم ازوت فوسفور بوتاسيوم. وهنا حسبنا لا تونور دو سول يعني التونور دو سول اولا المحتوى ديال التربه من سي ا دو بليس هو 19.9% من المغنيزيوم 1.62% من الازوت 0.04% من الفوسفور 0.09% ومن البوتاسيوم 0.32%. وهذا لو سول هذه التربه مفهوم قبل ما تاكل هذه ديال الارض. ولكن فاش تاكل هذه ديال الارض وكطرحها دونك هنا كنمشيو لهذوك لي زاغريغا اولا هذوك لي تيغيكول وكنحسبوا شحال فيهم ديال هاد لي زيليمون شيميك مثلا بالنسبه لسي ا دو بلس دونك كيمشي لينا من 19.9 ل 27.9% بمعنى عندنا ان اوغمونطاسيون. كذلك بالنسبه للمغنيسيوم اللي كيمشي لنا من 1.62 ل 4.92% l'azote حتى هو الى اوغمونتي جوسكو 0.22% لو فوسفور كيرتفع حتى ل 0.67% و البوتاسيوم كيرتفع حتى ل 3.58% بمعنى هاد لي لامبريك ديك لي لامبريك او بيان لي فير دو تير انريشي لو سول اون اليمون مينيرال. يعني هاد لي لامبريك تترجع التربه غنيه بالمواد المعدنيه بوغ ميتر اون ايفيدونس لاكسيون شيميك دو لامبريك sur le sol. On compare le résultat dans les chimiques d'un échantillon d'éjection. On prend un échantillon مثلا 10 grammes من هذاك الشيء اللي كطرح الديدان و 10 grammes من التربه قبل ما تمتصها الديدان. D'un échantillon de sol de la même quantité et prélevé de la même profondeur. La figure 2 représente les résultats obtenus. Donc هنا هذا الشكل هذا تيبين لنا النتائج محصل عليها. على كومباري لا كومبوزيسيون جيميك دو ديجيكسيون دي لامبريك يعني هذا نقارنوه معاياش مع هذا مع لا تونور ديال لونفيرونمون مع لا تونور اون ليمون مينيرال ديال لونفيرونمون. الوغ لي ديجيكسيون دي لامبريك هذوك المخلفات او داكشي اللي كطرحوا لينا يعني لي لامبريك سون بلي ريش اون ليمون شيميك كو لو سول انفيرونمون. يعني هذيك التربه المحيطه بلي ديجيكسيون كتكون فقيره للمواد المعدنيه مقارنه مع لي ديجيكسيون. دونك لو سول سي ريشي اون ليمون شيميك يعني التربه كتولي غنيه بالمواد الكيميائيه غراس اكي بفضل من غراس لاكسيون شيميك دي لامبريك بفضل الفعل الكيميائي ديال هاد لي ديدان اللي كنسميوهم لي لامبريك سو كي اميليور لا كاليتي دو سول. دونك الشيء اللي كيرفع لينا لا كاليتي الجوده ديال التربه اي لو روند بلو فيرتيل كيرجعها اكثر خصوبه.
دابا هذه لاكسيون ميكانيك ديال الميكروفلور او بيان الميكروفون. دابا غادي نشوفوا لاكسيون باردون لاكسيون كيميك ديال الميكروفلور. دونك هذه لاكسيون كيميك ديال لي لومبريك او بيان الميكروفلور. دابا غادي نشوفوا لاكسيون كيميك ديال لا ميكروفلور. دونك هنا ديدا الارض راهم لا ميكروفون يعني حيوانات. دابا لي ميسيليوم اولا لي بكتيري او بيان لي شامبون لي شامبينيون راهم دي دي يعني غادي نعتبروهم دي ميكروفلور. لي ميكرو اورغانيزم دو سول الكائنات المجهريه ديال التربه واللي هما شكون لي بكتيري لي شامبينيون لي شامبينيون ميكروسكوبيك اجيس او نيفو دي زوريزون سوبرفيسييل او بيان سوبيريور بور دي فينومين دو ديكومبوزيسيون. شنو كيديروا هاد لي بكتيري؟ كيديروا لا ديكومبوزيسيون de la matière organique, تفكيك ديال المادة العضوية en deux opérations principales et parallèles. Donc هاد العملية التفكيك كتم في مرحلتين متوازيتين مهمتين متوازيتين. شكون هما هاد المرحلتين؟ اولا لا مينيراليزاسيون وثانيا ليميفيكاسيون. لا مينيراليزاسيون هي التمعدن وليميفيكاسيون هي الترطيب. غادي نحاولوا نفهموا كل حاجه على حيط. لا فيغور سي دو سو ريزيم لي ديفيرونت ايتاب دو لا مينيراليزاسيون اي دو ليميفيكاسيون دو لا ليتيير دي ا لاكسيون شيميك دو لا ميكروفلور. يعني هاد لا ميكروفلور او هاد لي بكتيري او لي شامبينيون ميكروسكوبيك هما اللي كيديروا لينا سكون ابيل لا مينيراليزاسيون او بيان ليميفيكاسيون. دونك قال لك هنا ريتيري لي ديفيرونت ايتاب دو لا مينيراليزاسيون اي ليميفيكاسيون. Quel est le rôle du complexe argilo-hémique? Donc, alors, je vous mets ici. Il a l'air de vous mettre ici. Donc, on a des excrèmes, la litière, on a les cadavres, les bois, les racines, ainsi de suite. C'est de la matière organique. Lorsqu'il est attaqué par la matière, ou bien par la, la microphone, donc, il a de la microphone, il va présenter, ou bien, il va la dégradation. Quand j'ai de la microflore, هذاك الشيء اللي دارت ليه لا ميكروفون لا ديغراداسيون سوا ديريكتومون سوا انديريكتومون. دونك شنايا العمليه الاولى الا جات لا ميكروفلور وحولت لينا ديريكتومون المواد العضويه الماتيير مينيرال هذيك تسمى لا مينيراليزاسيون التمعدن. شنايا هاد لا مينيراليزاسيون؟ C'est la microflore, yani les champignons ou bien les bactéries transforment directement la matière organique en matière minérale. C'est la minéralisation. Mais, cette la microflore, tu peux faire une chose qui est la limification. Yani شنو يعني تصيب لينا ليميس. Ce sont des réserves de matière organique à minéralisation lente. يعني شكون هما واحد الخزانات او الخزائن ديال الماده العضويه اللي تتوقع لها لا مينيراليزاسيون لونتومون يعني بشكل طفيف. اذا هنا من بعد ما غتوقع لها لا مينيراليزاسيون لونتومون باش توقع لها لا مينيراليزاسيون لونتومون يعني انديريكتومون دونك خصها تعرض ليميفيكاسيون الترطيب او التحول الايميس ومن بعد عاد باش ترجع تصيب ليها لا ماتيير او مينيرال. عاد دونك يا اما لا ميكروفلور كتصيب لينا لا ماتيير مينيرال ديريكتومون دونك هذيك تسمى مينيراليزاسيون. يا اما لا ماتيير لا ميكروفلور كترجع لينا هذيك لا ماتيير اورغانيك ايميس كترجعها دوبل يعني كتفككها واحد شويه فواحد المرحله عاد كتعاود مره اخرى كتحولها من ماده عضويه من ماده يعني من ايميس المينيرال. دونك هذه كتسمى ليميفيكاسيون. الوغ ليميفيكاسيون شنو هي؟ لي موليكول كومبلكس دو لا ماتيير اورغانيك يعني هذوك الجزيئات العضويه الكبارين المركبين مورت كي فورم لا ليتيير اللي كيكونوا ليا لا ليتيير او لما يسمى بالفرش الحرجي سوبيس ان ديكومبوزيسيون باغ لا ميكروفلور دو سول. دونك هنا هاد لا ميكروفلور كتجي كتفكك ليا هذوك لي موليكول كومبلكس grâce aux bactéries et champignons. Ils se transforment en composés simples qui sont liés à l'hémis. Donc, là, les bactéries ou les champignons qui sont liés à les molécules complexes de la matière organique, c'est-à-dire que je vais être le moins de la ou qui sont liés à des petites particules ou bien des composés simples qui sont liés à l'hémis. Donc, c'est-à-dire que c'est l'humification.
التدبل او التكوين ديال الدبان ا بارتير دو لا لينين اي لا سيليلوز ان كومبليتمون ديغرادي اباريس دو موليكول دو غراند تاي ابيلي اسيد ايميك. عاد دابا غادي نمشيو لا مينيراليزاسيون. شنو هي لا مينيراليزاسيون؟ هي واحد العمليه كتم باراليلمون ا ليميفيكاسيون بالموازاه مع التدبل كتوقع واحد الظاهره ديال لا مينيراليزاسيون. شنو هي لا مينيراليزاسيون؟ اللي هي ديكومبوزيسيون كومبليت دو سيغتان موليكول اورغانيك، يعني كيكون واحد التفكيك كلي للجزيئات العضويه، سو كي انجونغ لا فورماسيون دي موليكول مينيرال. الشيء اللي كيخلي تكونوا ليا فاش كنقولوا تفكيك كلي ديال الماده العضويه، النتيجه ديالو دائما كتكون تكون ديال مواد معدنيه تيل كو لو ديوكسيد دو كربون سي او 2، لامونياك ان اش 3، الهيدروجين اش 2 اي لو ميثان سي اش 3. دونك هنا شنو كيوقع الا بغينا نلخصوا المراحل؟ لا ليتيغ او الفرش حرجي او الماده العضويه المركبه كتعرض ليها لا فون بحال لي فيغ دو تيغ، كيحولوها لايش؟ لدي فراغمون، واحد العناصر صغيره دي فراغمون، او بيان كيكسروا هاد لا ليتيغ وكتولي واحد لا ليتيغ فراغمونتي او لا مجزاه، كتجي عاود من جديد لا ميكروفون. دونك هنا لا فون، هنا لا ميكروفون بحال لي زكاريان بحال لي كومبويد. دونك هنا كيحولوا شنو؟ كيحولوا كيزيدوا يديروا لا ديكومبوزيسيون ديال لا ليتيغ وكيحولوها للدوبل. دونك اون بارل دو ليميفيكاسيون، يعني كنصايبوا ليميس. فاش كيوجد ليميس شنو كيجي؟ دونك الي اتاكي باغ لا ميكروفلور واللي هما لي باكتيري ولي شامبينيون اللي غيحولوا ليا ليميس لا ماتيير مينيرال، اي باغ لا سويت اون بارل دو لا مينيراليزاسيون. عاد كنجيو هنا لو كومبلكس ارجيلو ايميك، المركب الطيني الدبالي، ليميس بروفونون دو لا ديكومبوزيسيون دو لا ماتيير اورغانيك، يعني هذاك الدبل اللي تكون ليا من التفكيك ديال الماده العضويه كيرتبط مع جزيئات ديال لارجيل سولي او بارتيكل دارجيل بور فورمي لو كومبلكس ارجيلو ايميك كي روتيان لو، يعني باش يكونوا ليا واحد المركب الطيني الدبالي اللي كيحتفظ ليا على الماء وعلى العناصر او الايونات المعدنيه سو كي ريستورون او بيان ريستورون دونك ا لا ديسبوزيسيون دون بلانت دي بلانت كلوروفيل. الشيء اللي كيخلي هاد الايونات تحت امره او لا، يعني تحت تصرف النباتات الخضريه اللي غادي تمتصها. ليميس اي ان سي امبورطون بور لا فيرتيليتي دو السول، يعني من اجل الخصوبه ديال التربه. نهايه الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.